بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأمل في الذهنية الغربية في شخصية الإنسان الغربي وتعاطيه مع قضايانا، يبدو بالأمد القريب المنظور هذا الإنسان الغربي رح يبقى عم يقدم القوة المطلوبة لحكوماته وأنظمته لتبقى ضل تظلمنا تضطهدنا وتهجم علينا. لكن هذا الإنسان الغربي مشكلته بهذا الموضوع مش أنه هو إنسان معادي يتعمد الظلم، يعني يعرفنا أنه نحن أبرياء ويعرف أنه هذا خطأ هو عم بيمارسه، ولكن في عنصرين أساسيين عم يشتغلوا على أنه يبقى هذا الإنسان الغربي. طبعا بالمجمل دايما نحن بنحكي مش كل فرد فرده، هذا الإنسان الغربي، هذه المجتمعات الغربية عم تبقى هي تقدم هذا الوقود، هذه الإمكانات، يعني بعد عم يشتغلوا على تطوير أسلحتهم، على تقديم الجيوش والجند، على الدخول إلى مناطقنا، قيام بمحاربتنا وقتلنا. شوفوا أنتوا عشرات الجنود المتدربين كيف بيمارسوا القتل بدم بارد لهذه الشعوب. في كتير من مثلا أبناء تلك الشعوب الغربية إذا سمعوا أنه نحن قتل لنا عشرات بل مئات ما بتفرق عندهم أبدا، ما بيحسوا بأي تأنيب للضمير، أي تعاطف. ليش؟ لأنه بيعتبروا أن نحن ممكن نستحق الموت، أو أنه نحن عالي على الحضارة، أو نحن من نهدد الحضارة، نحن أشرار. طيب في هون عنصرين تبلوروا بذهنية الإنسان الغربي وبشخصيته، خلوه يكون بعده عم يدعم هذه التحركات المشؤومة. العنصر الأول أنه الإنسان الغربي بيشوف حكومته بمنظار الرفاهية الاقتصادية، يعني خدمات، يعني ما تقدمه له من امتيازات معيشية. باختصار القضية الاقتصادية هي قضية محورية بالنسبة للإنسان الغربي في تقييم حكومته. يعني هلأ ترامب لو شن حروب قتل فيها الملايين ما بيهتز الضمير الغربي كتير، طالما انه هو مثلا خفف من نسبة البطالة عندهم. يعني نفس هذه الحركة الاقتصادية اللي عملهم ياها ترامب بتشوفوا انه حظي من خلالها وبسببها على مجموعة مهمة من الأصوات أو من الدعم، يعني في له شعبية بتعبيرنا داخل المجتمع الأمريكي. وهلأ نفس الشيء يكون ببريطانيا، بفرنسا، بألمانيا. الخط الأحمر بالنسبة للغربيين مع حكوماتهم هو مسألة المعيشية تحديدا. وهكذا بتشوفوا أنتوا أنه استطاعت هذه الحكومات تشتغل على الموضوع الاقتصادي لما بدأت تقوم بأي سياسة خارجية شريرة سيئة تجاه أي شعب من العالم. العنصر الثاني بالذهنية الغربية هو أنه مجتمعاتهم أو مؤسساتهم، وسائل إعلامهم، كل يعني الثقافة الموجودة عندهم اشتغلت كتير منذ مئات السنين، خلينا نقول يعني بالقرن الأخير خصوصا، على شيطنة الآخر. يعني نحن بالنسبة لهم لا يمكن أن يتصورون أخيار، بالنسبة لهم نحن أشرار، نحن شياطين، نحن ينبغي أن نقتل أو نباد، أو الأفضل أنه ما نكون موجودين على صفحة الكرة الأرضية. هذه الشيطنة نشغل عليها كتير، ولذلك لما الإنسان الغربي بيتعاطف مع حوت عالق وسط الجليد لكن لا يتعاطف مع كل هذا الذبح وكل هذا القتل وكل هذا يعني التنكيل الذي يجري بحق الشعب الفلسطيني إلا ما قل وندر، يعني فهذا بيرجع على أنه هو ما قادر يشيل من مخيلته وذهنيته هذه الصورة اللي نحن عبرنا عنها بشيطنة الآخر اللي اشتغلت عليها وسائل الإعلام والتعليم والأدبيات على مدى العصور. لا يمكن للإنسان الغربي في ظل هيك ثقافة أنه يشوفنا نحن بشر أو ناس حقيقيين أو لائقين بالحياة أو عندنا كرامة. وللأسف الشديد نحن في هذا المجال أيضا في عنا تقصير مهم لازم نشتغل عليه، مش لأجل الإنسان الغربي تحديدا، لكن لأجل أنه نحن أيضا نتمم الحجة على هذا العالم الآخر، ويحصل إن شاء الله تعالى بفضل هذا الشيء المدد الإلهي الكبير.